السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض السمبوسك بطريقة سهلة وبسيطة. ما فيش عزومة في رمضان بتخلى من الطبق ده، بس في ناس كتيرة مش بتعرف تلفها. النهاردة إن شاء الله هنلفها مع بعض بكل سهولة ونشوف إزاي هتبقى كريسبي كده من برة واللون الأحمر الجميل ده. يلا نسمي الله ونشوف الوصفة بتاعتنا. اول حاجه هحضر الصمغ اللي انا هلزق بيه السمبوسه، وهو عباره عن معلقتين دقيق وشويه ميه كده، وتقلبيهم وكده الصمغ بقى جاهز معاكي. مش حابه الدقيق والميه، ممكن بجبنه سايحه وتلزقي بيها. بعد كده هعمل بالجبن وهعمل باللحم المفرومه. الجبن كل واحد وذوقه، انا حطيت جبنه فيتا على شرايح فلفل على زيتون على جبنه موتزاريلا. هجيب السمبوسه وهدخل الطرف لجوه وهعملها زي القرطاس، شايفين؟ تخليها شكلها شكل قرطاس. وبعد كده هحط الحشو الجبنة وهظبط الجبنة كده في القرطاس وهلفها باتجاه ايديا. بصوا، باتجاه ايديكي كده اليمين، اتجاه ايديكي الشمال، وتلفيها زي الحجاب. وبعد كده بنحط السمغ وتقومي قافله الطرف لجوه وتضغطي عليها كده، وهي بقت سهله معاكي وخلصت. نعمل واحده باللحمه نفس القصه، اعملي شكل القرطاس وتحطي اللحمه وتحطي شويه جبنه، وبرده تظبطي الحشوه بتاعتك كده وتلفيها باتجاه ايديكي، وتقومي حاطه السمغ. لو طلع بره منك عادي مفيش مشكله، كده الكميه كلها بتاعتي خلصت سهله، ما خدتش وقت خالص ولا اي حاجه. زيت على النار ونزلت بالسمبوسه، واول ما بتحمر بقلبها الناحيه الثانيه، هي ما بتاخدش وقت خالص. ولو انت عايزاها تطلع منك لونها احمر وحلو كده، لازم تقلي بزيت نظيف، هتطلع معاكي كده مقرمشه ولونها زي ما انت شايفه كده. شايفين بقى لفة القرطاس، ولا بتاخد وقت ولا اي حاجة، كريسبي من برة وطرية كده، والجبنة بقى سايحة كده من جوة، تحفة سهلة ومخدتش وقت خالص ولا اي حاجة. شايفين عاملة ازاي؟ شايفة؟ ولا شاربة زيت ولا اي حاجة. جربوها هتعجبكم ان شاء الله. والجبنة بقى يا سلام خطيرة. حبيبي اشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.